انت لازم تغار. احكي لك قصه. لما انا وصلت السادس الاعدادي كنت عايش تعب اهلي، اكره المدرسه والدراسه جدا، ووالدي كان وما زال جدا جدا يقدس التعليم والدراسه والشهاده. فلما عدت السنه الاولى بالسادس قرر ان ينقلني للمحافظة اللي بيها أقربائنا، يعني أعمامي جدي وهكذا، منطقة يعني زراعية وبستان وكذا. فأني رحت كنت ناقم على أهلي ومقرر راح أنتقم من عندهم، إنه هم هيك سووا بي. فايت أول شهر من المدرسة من بداية الدوام داومت، آخر مرة دارس فيها أني بالثالث متوسط. عايد سنة، يعني صار لي فترة منقطع، أساسيات شبه زيرو، ماكو خصوصي ما خصوصي. أنا جاي بعد ما بدأ العام الدراسي بشهر، بلش توني أداوم مدرسة، يعني أنا بعدني حاط درسين، لا أني أعرف أدرس، تايه. فدخلت للمدرسة، داومت بالدراسة، شفت الناس اللي وياي بالكلاس اللي بنفس مرحلتي، بدأوا هم انه الشخص هذا جاي من بغداد مستكشف، تعرف عليه ما اعرف شنو، بلشت سويت علاقات وهالشكل. اللي استوقفني شنو؟ اللي استوقفني كلامهم عن ساعات الدراسه، كم ساعه يدرسون باليوم؟ اللي يقول اني ادرس الساعات، اللي يقول البارحه انا حققت 8 ساعات، غيره يقول 13 ساعه 12 ساعه. فصدمه، انا انصدمت في هذا الكلام، واني ما اعرف عنه شيء، لان انا اعظم انجاز عندي محققه بالدراسه ساعه. ف صادفت انه استاذ الاحياء كان يعني جدا يحبني، كنت يعني اعجبه بالتحضير اليومي، لما اجي نحضر الماده كان يقول لي قوم ينطيني يعني هذه الستيك مالت المدرس ويخليني اشرح للطلاب مكانه. امتحنت الشهر الاول يمه جبت 8%، ورحت مأيس اله قلت له انا ما اعتقد راح اعبر هاي المرحلة، يعني انا كلش ايست. قال لي انت مشكلتك شنو؟ انك ذكي بس ما تفرق بين التحضير للواجب اليومي والتحضير للامتحان. تحضير الواجب اليومي ساعة كافية عليها، تحضير للامتحان لازم تحقق عدد ساعات مطاولة، لازم تتعود تتمرس على المطاولة حتى تحضر الامتحان وشوف النتائج شو حتكون. ربطت، صرت شو اسوي؟ شغلت عندي غيره مو طبيعيه، هي بداخلي اريد اقول كانت في تشالنج في كومبتيشن، يعني قمت اروح اقعد قريب على هذه الناس اسمع كلامهم اشوف من اكثر واحد منهم حقق ساعات دراسه، ارجع للبيت وبقرر انه احقق عدد ساعات اكثر من اكثر واحد بجماعتي زملائي بالمرحله. بالفعل صار عندي نوع من الهوس انه ما اريد هذول يعبروني بعد ساعات الدراسة، ما أريد يعني. طبعا الشهر اللي بعده حققت أعلى درجة بالأربع، يعني أربع شعب أعلى درجة جبت بالأحياء وتخرجت. بس شلون يعني؟ يعني قمت أدرس عدد ساعات مو طبيعي، لازم أني دارس أكثر من عندهم. فبالنهاية من جبت معدل دخلني هندسة مستنصرية يعني حكومي، يعني من رجعت بغداد الاساتذه مالتي القديمين يشوفوني يقولوا لي انت وين؟ شو صار وياك؟ يشوفوني بالصدفه اقول لهم انا هندسه، ما يصدقون الا يشوفون هويه الطالب، يقول هاي هويه الطالب مرحله اولى مرحله ثانيه. فهنا اكتشفت انه الغيره هي نوعين، اما غيره تخليك تبني نفسك وتكون شخص افضل تنجح، او انك تكون غار. هاي الغيرة المحبطة اللي تخليك ناقم على الأحسن من